قلت لك بعدين يقعدوا ياكلوا مش ياكلوا اللي هذا اللي بنشري واحدة اللي بيقعد يا احمد تو شويه هلبجت طيب انها نارها تكون حتى ما جبتيهاش طيب حطيتها في المخلة ارجع المله خذ تشيني بسم الله الرحمن الرحيم. خالد عبد الحميد يونس مراقب التربية والتعليم ببلدية غدامس. نحن اليوم في منطقة الكتبان الرملية بمدينة غدامس وتعتبر أحد المعالم السياحية التي يرتادها زوار مدينة غدامس. اليوم في برنامج روضة أحباب الله البرنامج السنوي زيارة هذه المنطقة لتعريف الأطفال الروضة أهمية المناطق السياحية والاطلاع عليها والمحافظة عليها. طبعا شاركوا في هذه الرحله جميع المربيات والاخصائيين الاجتماعيين والمرشدين النفسيين والصحه النفسيه كلهم شاركوا معنا في تقديم برامج. طبعا البرنامج يتخلى اول شيء طابور صباحي يتخلى كذا العاب قران كريم مسابقات الرسم على الرمال جميع الانشطه التي يقوم بها الطالب. طبعا الالعاب التي تم اختيارها هذه العاب كلها عندها اهداف تربويه تنمي في الاطفال محبتهم البعض والتعاون. ولكن احنا في هذه المناسبة لما جينا احنا هذه الزيارة وضح لنا ان وجود حشاك بقايا مخلفات الناس اللي زاروا هذه المنطقة السياحية من قارورات ومن حطب ومن مخلفات الذي أثر على منظر هذه المنطقة. ونحن بدورنا علمنا أو قمنا بتعليم أطفال الروضة أهمية النظافة وقمنا بحملة بسيطة لعلها تساهم في نظافة هذه المنطقة. فتم تكليف كل الأطفال بالتقاط يعني جزء يسير من هذه البقايا. نتمنى من زوار هذه المدينة المحافظة على هذه لأنها تعتبر معلم ليس لمدينة غدامس ولكن لليبيا كلها يرتادها الأطفال والنساء والشيوخ والعائلات من جميع مناطق ليبيا. فنأمل منكم الاهتمام والنظرة إليها نظرة أكد. نشكر جميع المربيات ونشكر مركز الدعم والطوارئ على مرافقته لجميع البرامج ونشكر كذلك الإعلاميين على التغطية الإعلامية ونتمنى التوفيق والنجاح لكل هذه البرامج.